طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله بدنا نستمر في الموضوع الداتا مايننج. بدنا كنا حكينا في اول شيء في الديسيجن تريز وخلصناها، وبعد هيك رجعنا على البدايات الليكتشر هذه علشان ناخذ المواضيع من الاول من البدايه. فحكينا في انتدكشن عن الداتا مايننج وايش هو، و حكينا عن the process of data mining. مقصود بال process of data mining هي عملية بناء knowledge based system باستخدام أسلوب data mining. الآن الستيبس تبعتها اللي هو data selection والfusion والtransformation، وبعد هيك العمليات الأساسية تبعت data mining باستخدام data mining techniques أو artificial techniques in general. اوكي، والمرحله الاخيره للانتربريتيشن اللي بمعنى انه عرض نتائج الداتا مايننج على اليوزر عشان اليوزر يقدر يو اندرستاند هذا النوليدج ويبني على اساسها قراراته. اوكي، الداتا مايننج تكنيكس طبعا هي في نهايه الامر ممكن تبقى ديسيجن تريز، وممكن تبقى نورال نتوركس ونورو فازي سيستمز، التكنيكس اللي احنا شفناها خلال الفصل هذا. وفي موضوع الاولاب اللي هو اونلاين اناليتيكال بروسيسنج. الاونلاين اناليتيكال بروسيسنج ما هو سوى تطبيق للتكنيكس هذه على الداتا من اجل استخلاص اللي هو النولج. هذا الاولاب يعني انسب انه احنا ندرسه في ماده مخصصه للداتا مايننج. احنا تركيزنا هنا في الاي اي على التكنيكس نفسها توظف في ايش، في هذه قضايا تعتمد على المساقات المختلفه. فاحنا الان بنصير على اعتاب اللي هو الاستاتستيكال ميثودز اند داتا فيجواليزيشن. الاستاتستيكال ميثودز هي عباره عن نقدر نعتبرها مجموعه الاستاتستكس operations، عمليات الإحصائية زي الـ average، الـ standard deviation، الـ maximum، الـ median، الـ mean، الأمور هذه اللي أيضا ممكن توظف في أثناء في عملية الـ data mining. okay؟ فعندك أنت الآن هنا okay، many graphical data exploration techniques. Graphical Data Exploration Techniques هي بالأساس Visualization. احنا حاطين الموضوع هذا Statistical Methods والVisualization في نفس البند أو في نفس التايتل. ليش؟ لأنه الVisualization بيعتمد على Statistical Methods المختلفة. يعني لما احنا نحسب المين ولا الميديان ولا المود ولا الرينج ولا الستاندرد ديفيشن، في الآخر هذا الأمر بدنا نظهره على ال فيجوالي على اليوزر عشان اليوزر يشوفه ويستفيد منه في في اتخاذ القرارات. اوكي، اوكي. فبنطلع على امثله جرافيكال ريبرزنتيشن. جرافيكال يعني فيجوال، هنا موضوع الفيجوال داتا فيجواليزيشن يعني استخدام جرافيكال داتا ريبرزنتيشن تولز او تكنيكس. من بعض من هذه الامور اللي السكاتر بلوتس، الدوت دايجرامز، الستيم بلوتس والهيستوغرامز والبوكس بلوتس. هطلع على سكاتر بلوتس بالاساس و نشوف ايش اللي ممكن نستفيده من سكاتر بلوت. سكاتر بلوت عباره عن تو دايمنشنال جراف، تو دايمنشنال مش 3 دايمنشنال، بيوضح اوكي ريبريزنت الكورليشن ما بين تو فاريبلز. يعني ببساطه شديده هو عباره عن ايش؟ هاي الفاريبل الاول وهي الفاريبل الثاني. فالعلاقه ما بينهم قديش كيف هذا بيتغير بيعتمد عليه الفاريبل الثاني. فمن هنا اسم سكاتر بلس، لانه كل واحده من الباترنز او من العينات تبعت الداتا بتمثل على شكل نقطه. النقط هذه عادة لأنه في علاقة ما بين الإكس وما بين الواي، فالنقط هذه دائما تيجي إما يعني زي هيك مثلا
تيجي كلاسترد مع بعض وماشي في اتجاه تصاعدي او اتجاه تنازلي، او ممكن تبقى ما فيش اي علاقه ما بين، يعني هذا التكتل هذا يوحي بوجود علاقه ما بين الاكس والواي. كيف؟ انه كل نقطه لما كل نقطه اذا الفاليو تبعها الفاليو الاكس فاليو تبع الباترن بيبقى كبير بيبقى الواي فاليو كبير، لو صغير بيبقى صغير. ها صح ولا؟ هنا نفس الشيء بس عكسي، لما يبقى الاكس كبير بيقلل الواي منخفض، ففي نوع من الكوروليشن ما بين الاكس وما بين الواي. سكاتر بلوت اذا في كوروليشن بنشوفها فيجوالي. اوكي الان ايش علاقه الفيجوال فيجواليزيشن بال بموضوع الداتا مايننج وبموضوع الاي اي وموضوع الديسيجن ميكينج؟ لانه هو بيساعد الديسيجن ميكر لما احنا بنعطيه الداتا فيجوال. طبعا الداتا بعد ما نكون عملنا عليها عمليات اجريجيشن ولا ستاتستيكال اناليسيس وصفنا له اياها في متغيرين معينين الاكس والواي وعرضنا له اياها على شكل بلوت، وقتها هو يستطيع انه يشوف العلاقه فيجوالي ويفهم انه فعلا في علاقه، وعلى هذا الاساس يقرر ايش اللي بده يعمله. اوكي فاحنا الان هنا لما يكون العلاقه طرديه بنسميها بوزيتيف كورليشن، لما تكون عكسيه بنسميها نيجاتيف كورليشن، ولما ما يبقاش في اي نوع من العلاقه بنسميها نول كورليشن. اوكي نرجع مره ثانيه، بس سكاتر بلوت قلنا عباره عن ايش؟ A two dimensional graph for representing the degree of correlation between representing. هو مش هو اللي بحسبها، ما بحسبش الكورليشن قديش، بس هو بيوريني اياها represents the correlation between two variables. The data is represented as a collection of points. كل بوينت لها coordinate في البعد هذا او البعد الاخر الاكس او الواي. The position of each point on the horizontal axis is determined by one variable and on the vertical axis by another variable. اوكي هذه المثال اللي شفناه عباره عن الكور عباره عن بلوت لعلاقه الهايت تبع الاشخاص مع الويت. اوكي الان احنا يعني هذا مثال الكل عارف انه الويت والهايت بتناسبوا مع بعض، صح؟ مظبوط، لانه كل ما زاد الانسان طوله بزيد برضه وزنه. اوكي قلنا different types of correlation. different types of correlation في يبقى ممكن يبقى positive أو يبقى negative أو يبقى null correlation، يعني ما منعدم ما فيش correlation. تمام هذا بالنسبة لسكاتر بلوتس. الآن الخط هذا الأزرق اللي معمول، الخط الأزرق هذا اللي معمول لو احنا حسبنا المعادلة تبعته. اوكي طبعا انت بتخيل انه اجى واحد بعد ما شاف السكاترنج هذا ورسم الخط مانيولي، بس احنا ممكن نحسبه. لو حسبنا معادلته بفيدنا بشيء؟ بفيدنا بشيء غير بفيدنا بشيء انه انا ارسم الخط هذا. الخط هذا هو عباره عن ايش؟ بتقدر تقول يمثل اتجاه الكورليشن. لو حسبنا معادله الخط هذا بفيدنا بشيء؟ بفيدنا. مش بنقدر نستطيع بعد هيك انه احنا لو عندي اي داتا بوينت من غير المجموعه هذه وعندي الاكس فاليو تبعها، مش بقدر اتوقع الواي فاليو. لو انا اجاني واحد وقال لي اذا نفترض انه هذا هو الكورليشن ما بين الوزن والهايت، تمام؟ هذول عباره عن داتا انا جمعتها ورسمتها على البلوت وبعد هيك طلعت الخط هذا. بعد هيك جبنا وزن لواحد جديد، جبنا الوزن تبعه، مش بنقدر
واحد كان ال قول مثلا قول هنا مثلا الوزن تبع بلوت بس افترض انه في عندنا بيانات بيانات اخرى ووجدنا في كورليشن ما بينهم والان رسمنا الخط مش بصير بعد هيك انه انا اقدر اتوقع لو اجتني عينه جديده ومعي بس جزء من المعلومه شق منها بقدر اعرف الشق الاخر وهذا هو موضوع الريجريشن موضوع اللينير ريجريشن اللينير ريجريشن اللي هو انا اقدر احسب الاكس الواي اسف بناء على الاكس بس لازم اعرف البيتا 0 والبيتا 1 لانهم هم بالضبط الايش ال بيحددوا لي اللي هو معادله الخط من خلالهم انا بعرف معادله الخط اوكي مر عليكم لينير ريجريشن قبل هيك ريجريشن سواء لينير ولا غير لينير مر عليكم قبل هيك اوكي خلينا نطلع على الطريقه تبعت اللينير ريجريشن بس في الاول بدنا ناخذ نتعرف على شويه مصطلحات الان لما انا بحسب لما يكون بعين الاكس وبدي احسب الواي مين منهم بيعتمد على المين الواي بيعتمد على الاكس صح الاكس هو بيكون ديبندنت ولا اندبندنت بيكون اندبندنت تمام والاكس از ذا اندبندنت وهذاك بيعتمد عليه الواي بيعتمد عليه فهو اندبندنت اوكي او احنا بنسميه ريجريسند ريجريسند او الاوتبوت فاريبل اوتبوت فاريبل صح لانه هذا هو الانبوت اللي انا معايا بدي احسب من خلاله الواي تمام الان البيتا 0 والبيتا 1 اللي هم الكوفيشنتس الريجريشن كوفيشنتس هم اللي احنا عاوزين نحسبهم عاوزين نحسبهم متى ما حسبناهم خلاص بصير انا بقدر اطلع الواي والهذا اوكي نعم اوكي القضيه بتتم او المساله بتتم بالشكل هذا اللي هو انه انا هي نفكك بس العناصر هذه احنا في عندنا هنا الواي هذا في الاول ناخذه من هنا الواي بار اللي هو الافرج افرج ايش؟ افرج ايش؟ انا عندي النقط هذولا النقاط هذه او هذه او هذه تخيلهم عباره عن جدول صح هاي الاكس وهاي الواي هم كوردينتس يعني انا باخذ اكس وواي بروح بمثلهم نقطه صح؟ مظبوط؟ كل نقطه لها اكس ولها واي فخلص هذا هيك مجموعهم الواي على عددهم والواي بار صح؟ صحيح ومثل ذلك الاكس متوسط اللي هو الواي عمود الواي خلينا نقول خلاص ما فيش ضروري اكتبها والاكس بار نفس الشيء الان احنا بدنا نحسب الايش البيتا 0 والبيتا واي والبيتا 1 البيتا 0 بحسبها من خلال البيتا 1 بمعنى انه اذا انا حسبت البيتا 1 البيتا 0 بيساوي المتوسط الواي ناقص البيتا 1 في متوسط الاكس بدنا نجيب هذا الان وخلص هذه الان هي حسبة البيتا 1 بتساوي ايش اللي عندك هنا؟ الواي هذا عبارة عن مضروب هاي الجدول مرة أخرى كل واحدة في ما بالضبط كل واحدة مضروبة في كل واحدة في الكوردينت مضروب في الكوردينت الثاني هذا الكلام كله مجموع مطروح منه ايش؟ ناخذ مجموع الواي لحاله مجموع مش مجموع كله مجموع الواي لحاله مجموع الاكس لحال مضروبين المجاميع اللي مضروبه هنا انا بضرب كل واحد في الثاني وبعدين بجمع لا هنا بجمع وبجمع وبعدين مضروب المجموع بالضبط وبقسم على العدد هذا اللي هو البسط المقام إشي شبيه ابو بس باخده بس للاكس شبيه ابو بس باخده للاكس يعني لو انا هنا قلت اكس وهنا قلت اكس
مرة أخرى. هنا أنا إيش بأخذ؟ الـ y ضرب الـ x. افترض أنا استبدلت الـ y برضو بالـ x، صارت x i x i، يعني x i تربيع. وهنا برضو نفس الشيء، فصار في عندي إيش؟ مجموع الـ x، بس إيش بأخذه مرة واحدة، بأخذه بأخذوش مرتين. لا، بس لأنه أنا ضربه في بعض، ضرب المجموعين، فطلع عندي إيش؟ تربيع. يعني مجموع الـ x مجموع تربيع. ايوه المجموع تربيع. واضحه؟ يعني هل الدوشه هذه كلها صارت بسيطه، انه انا باخذ البيتا بتصير عندي هي عباره عن المجموع المضاريف ناقص مضروب المجموعين على مين؟ على n، ونفس الكلام اللي تحت بس للاكس لحاله. خلاص؟ انحسبت البيتا 1، بنحسب البيتا 0، وبنصير نقدر الان نتنبأ باي اوكي باي قيمه واي بناء على اوكي بناء على الاكس اللي معنا. اوكي الان الكارت هذا، لو احنا نحط الكارت هنا في الواي، هذا الواي المحسوبه اللي حسبت. افترض انا اخذت واحدة من البوينتس اللي اوريدي موجودين عندي، واحدة من هذول اوكي، من غير ما افكر كثير، هذه البوينت الان لما انا بحسب باخذ الاكس تبعها، الاكس تبعها وبدخله على المعادلة اللي هي ايش؟ وبدخله هنا على مين؟ على البيتز اللي انا حسبتهم. صح؟ حيطلع لي الواي هذه؟ لا. لا، حيطلع لي الواي هذه. لانه على اساس الخط. معادلة الخط. الفرق ما بين الواي الحقيقية والواي اللي انحسبت هذا ايرور. هذا ايرور. تمام؟ طبعا هنا الايرور بالبوزيتيف، ممكن هنا لو اخذت لهذه حيكون الايرور ايش؟ بالنيجاتيف. فعمليا المعادله هذه اللي هنا الاخيره ايش بتقول؟ بتقول الواي الحقيقيه، الواي الحقيقيه هي عباره عن هذا الكلام، هو الواي اللي بحسبها انا زائد الايرور. لكل نقطه حيكون في ايرور، لكل نقطة من النقاط اللي أنا استندت إليهم في حساب اللاين، معادلة اللاين، يوم ما أجي أعيد أحسبها من خلال البيتا والهذا حلاقي في إيرور. أوكي؟ ممكن أجي لواحد ألاقي الإيرور تبعها زيرو، ألاقيها مطابقة لأنه واقع على اللاين. واقع على اللاين مثلا هذه النقطة، واقع هذه 1 2 3 4 5 6 7 أكثر من نقطة واقعين على اللاين، فالإيرور تبعهم حيبقى زيرو أو قريب من الزيرو يعني. اي نعم. اوكي. Alright. فهذا الايرور بنسميه ريزيجوال، ريزيجوال يعني زي ايش؟ لما يضل معك حاجه هيك باقيه ريزيجوال. فالايرور هو الفرق ما بين الواي الحقيقيه والواي المحسوبه يعني. اوكي. هذا الان الريجريشن شغله كويس كثير. لينير ريجريشن طبعا، وممكن يبقى نون لينير، يعني ممكن تبقى العلاقه الاقي هذول بيطلعوا هيك وبينزلوا هيك مع بعض، وبالتالي بصير مش لاين، بصير كيرف، وهذا له معادله وحسبه مختلفه. بس بغض النظر هو لينير ولا مش لينير، اذا احنا طلعنا الكيرف هذا بيكون شيء ممتاز، لانه بيساعدنا في البريدكشن، في التوقع. ايش اقول؟ التنبؤ، في التوقع. نتوقع انه لو اجتني داتا القيمه تبعتها في الاكس هالقد بقدر اطلع الواي. المهم انه احنا عندنا هنا في موضوع الريجريشن هذا انه احيانا الداتا ما بتبقاش نايس زي هيك، ممكن ما تشوف الا في عندك داتا جاي هنا او هنا او هنا، يعني كلهم ماشيين سوا مع بعض. شوف هذا مطرف، بس مش مطرف كثير، هذا مطرف كثير، هذا مطرف كثير، هذا حيأثر على جودة الايش؟ جودة حساب البيتا 0 والبيتا 1. اوكي.
فاحنا الان هذا بنسميه اوتلايرز، النقاط المطرفه هذه. احنا بالعربي بنقول مطرف، في باللغه العربيه الفصحى شواذ بنسميها شواذ. فهذه الاوتلايرز بتاثر على الحساب تبعنا، لانه هنا الكيرف هذه نقاط، والنقاط هذه شوف لما حسب الخط اجى بالضبط عليها، لانه هم اصلا ايش قريبين من بعض. نفس النقاط لو في عندي انا نقطه اوتلاير، هتلاقي حسبه الخط هذا الاوتلاير شد الخط، لانه يعني الخط هو في الاخر جاي نتيجه انه احنا اخذنا كل النقاط في عين الاعتبار، صح؟ فهذا اثر على الحسبه، طلع لي لاين مش هذا مش جاي على. اذا لو انا شلته، لو كان هو موجود وشلته ما بضرش كثير، على العكس يعني لو انا قبل ما اعمل، ها لو انا طلعت على الداتا زي هيك، لقيت قبل ما احسب الخط الازرق والخط هو الخط الاحمر هو الوضع المفترض، لو انا قبل ما احسب الخط الازرق طلعت لقيت النقاط كلها جايه قريبه من بعض، لكن في واحد هنا او كمان واحد او كمان واحد، ورحت انا زي فليتهم يعني شلتهم هالشوائب هذه شلتها وحسبت، هاحصل على الخط الصحيح، والخط الصحيح هذا حيكون ايش؟ يساعدني في عمليه التنبؤ. ف الميثود هذه اللي هي الروبست ريجريشن، الليست سكويرز اللي احنا توي استخدمناها. الروبست ريجريشن مش حندخل فيه الان، بس هو عباره عن اليه لا ايش؟ لا استثناء استثناء الاوتلايرز قبل ما نجري حسبه هذا، اوكي؟ حسبه الفيتنج، هذا بنسميها فيتنج، يعني تو فيت الاين اللي يجي بالضبط على اللي هو الداتا، اوكي؟ فبالتالي احنا الان يعني بدي ارجع انا على المواضيع، خلينا نطلع على هذا المثال بس قبل في الاول. هذا المثال هو عمليا البلوتس اللي تو كنا بنطلع عليها، هذه هي عباره عن الداتا هذه، اوكي؟ عندي 20 داتا ايتم. العمود الاولاني هو عباره عن يعني في عندك كيميكلز، والكيميكلز بنحسب لكل كيميكال الاسيدك نمبر او الاسيد نمبر، تمام؟ وفي عندي حاجه ثانيه اسمها الاورجانيك اسيد كونتنت. هذا في الكيمياء انا يعني يا دوبك بالعافية فاكر ايش الاسيد نمبر. المهم انه في الموضوع يعني اهمية الريجريشن، انه انا الان الاسيد نمبر عمليا في المعمل بيقدروا يحسبوه بطرق سهلة بسيطة. الاورجانيك اسيد كونتنت بياخذ اجراءات اطول. اوكي؟ لو ثبت انه في علاقة ما بين هذا لكل مادة كيميائية، في علاقة ما بين الأسيد نمبر تبعها والأورجانيك أسيد كونتنت تبعها، والعلاقة هذه استنبطناها بالريجريشن، معنى ذلك لو عندي أنا كيميكال وأنا عاوز أحسب عاوز أفحص الأورجانيك هذا، مش محتاج أعمل العملية المعقدة، بعمل العملية البسيطة بطلع الأسيد نمبر ومنه بستنبط بناء على الريجريشن. فالان هذول 20 اوبزرفيشنز ل 20 كيميكال ماده كيميائيه، وسجلت الاسيد نمبر لكل واحد، الاسيد نمبر تبعه والايش اورجانيك اسيد كونتنت وتسجل. الان من هذول ال 20 بدنا نستنبط اللاين او الريليشن، يعني على اساس لو في عندنا ماده كيميائيه جديده، بدل ما نروح اجري هذه العمليه مطولا باجري البسيطه ومنها بستنبط القيمه تبعت الاورجانيك. هي كان فكره يعني الفيجرز هذه. لان لو في عندي واحد من ال 20 هذول القراءه تبعته مطرفه كثير، اعتقد مين اللي هو هذا، استنى شوي خلينا نشوف هذا 100. عندي 180 وبعدين في النيجاتيف، ما اظنش موجود هنا في الجدول، فيش حدا عندي هنا نيجاتيف، بس يعني نفترض انه في عندنا واحد من هذول جاي الاسيدك نمبر تبعه بالنيجاتيف. والمهم هذا هو حيكون اوتلاير، ممكن بالعين في الاول نطلعه،
او نستخدم الروبوست ريجريشن على اساس انه ايش ما تتاثرش ابوه. اوكي طيب احنا هيك الان بدنا نوقف الان عند هذا القدر. بدنا نراجع بس في الاول ايش هو اللي تم اللي ايش اللي غطيناه بالضبط. اوكي احنا بنكون الان غطينا هذا وغطينا هذا البند. بنضل طبعا هذا بضل هذا الجزء الاخير من من الليكشر 16. الليكشر 17 تنسوش انه احنا اوريدي خلصنا منها جزء منها اللي هو ما يتعلق بالديسيجن تريز صح؟ احنا الان بس نخلص المحاضره الجايه بنحكي في البرنسبل كومبوننت اناليسيس. اوكي؟ وبنخلص وبعد هيك بنروح بنكمل اللي ضايل من 17. ماشي يعطيكم العافيه.